السلام عليكم، معاكم أخوكم سلطان اللحياني. اليوم راح نتكلم عن النباتات الزينة. نباتات الزينة عالم كبير ووسيع وفضاء واسع من النباتات، أنواع كثيرة. نتكلم اليوم عن نبات البفتة، منها ألوان عديدة، الأحمر والبمبا والأبيض. النبات البفتة نبات بيعيش في أجواء السعودية، بيعيش في كذا منطقة، بتحمل الجو الحار والبارد. زي ما تكلمنا فيه أكثر من لون وأكثر من شكل. جميل، النبات جميل جداً، ننصحكم بزراعته في البيوت، في المنازل، في الحدائق. راح تنبسطوا منه كثير، لأنه نبات بينتشر ويتفرع، وطبعاً نبات ما له رائحة وإنما زينة، وبيتحمل الحرارة والشمس والأجواء الحارة عموماً. نبدأ الآن في عملية الزراعة. طبعاً معانا مركن أو أصيص، ومعانا تربة زراعية. طبعاً التربة الزراعية أي تربة ممكن تمشي، نضيف عليها البيتموس تربة زراعية مخصبة. طبعاً نضيف الآن التربة الزراعية، بسم الله. طبعاً في عملية الزراعة نحاول إن يعني نزرع، نشكل ما بين التربة والبيتموس بحيث تعطينا تربة نفاذية صالحة للزراعة. بعد ما انتهينا من عملية خلط التربة بالبيتموس نبدأ في عملية الزراعة. طبعاً عملية الزراعة سهلة جداً، غير معقدة، بالإمكان الجميع يزرع. نمسك الشتلة بهذه الطريقة ونحرك المركن، وهذه الشتلة حتكون بهذا المنظر. طبعا عندنا كذا لون من البفتة، ألوان جميلة. طبعاً الآن نزرع الشتلة وهي صغيرة، لكن مع مرور الأيام حتغطي المجال ذا وحتنتشر ما يقارب 50 إلى 30 سنتي. نضيف التربة الزراعية. ونضيف أيضاً البيتموس. كذا انتهينا من عملية الزراعة. نتكلم الآن عن عملية الري. طبعا ما ننسى نكلمكم ان البفتة او نبات البفتة نبات زينة، بتكاثر عن طريق العقل أو عن طريق البذور، هذه بذور البفتة، أو عن طريق العقل. طبعاً العقل بالطريقة هذه، تقص العقلة أو النامية بهذه الطريقة وتزرع في المركنة والأصيص مباشرة، إلها وقت معين في السنة في الربيع أو الشتاء. احتياج نبتة البفتة للموية يعتبر في عالم النبات ليس كثير، يعني معتدل متوسط. يعني نسقي، بسم الله. بكذا انتهينا من عملية الزراعة وعملية تعريف نبات البفتة اليوم، عملية السقي. إن شاء الله تكون الفقرة عجبتكم، ونشوفكم على خير إن شاء الله.